السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كوكوي ديجا. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم سلطة الباذنجان الحارة اللي كتجي كثر اكثر من رائعة. نتمنى تجربوها وتعجبكم، وإلا عجبتكم دعمونا باللايك واشتركوا في القناة ديالي وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا نبداو على بركة الله. المقادير عندنا كيلو دنجال مغسول مزيان ومقشر، كنخليو فيه شوية ديال الجلدة اختياري، اللي ما بغاش يخلي فيه جلدة ما يخليهاش. درت له شوية المليحة وشوية الابزار. عندنا زويتة بلدية تقريبا 3 المعالق ديال الزيت البلدية. عندنا عصير نص حامضة، معلقة ديال التحميرة بابريكا، عندنا معلقة صغيرة ديال القزبر يابس، عندنا 4 الفصوص ديال الثوم مفرومين، عندنا معدنوس مفروم، عندنا نص معلقة ديال السودانية، عندنا معلقة ديال الكمون، وعندنا الملح حسب الذوق. ونبداو على بركة الله الطريقة. غادي ان شاء الله ناخذ هذا الدنجال وغادي نشفوه لانه كيطلق الماء مع الملح. غنشفوه بالورق ديال المطبخ او بشي زويف يكون نقي. وبعد ما نشفناه مزيان بالورق ديال المطبخ، الا بغيتو ديروه في الفران غتزيدوا عليه 1 2 معلقات ديال الزيت بلديه وديروه في طاوه يتحمر في الفران. والا بغيتو تقليوه داكشي اختياري، الا بغيتو تقليوه كنديرو هكا في المقله ديال الزيت سخونه وكنقليوه ونصفيوه. انا دابا غنزيد له 1 2 معالق ديال الزبيده بلديه حيت انا غنديرو في الفران. صافي ونخلطوه. ونديرو في الطاوة ديال الفران ونصفو بهاد الطريقة. صافي نصفوه مزيان وندخلوه للطاوة الفران يطيب. دابا كما كتشوفوا ها هو ملي خرجنا الباذنجان ديالنا تحمر في الفران، غادي نديرو واحد المقله فوق النار غير تسخن شويه، نديرو شويه الزيت ديالنا، نديرو الثوم ديالنا صافي. نزيدو المقادير ديالنا كاملة، نديرو القشر، نحضرو شوية تاع المقادير، نخلي غير شوية طيب ديك ثومة وربيع. صافي نزيد الحامض، غير تشرب هاد الدنجال الحامض. صافي نسخنو عليه ونقدموه مع أي طبق بغينا. هدا كيكون مرافق الدجاج، الحوت، اللحم. صافي ونطفي النار وبالصحة والراحة.